السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة ثقافي اتش دي، مرحبا بكم. اليوم سوف نقوم بالبحث عن الفطر المأكول في حديقة منزلي. كما تشاهدون الآن فأنا أقوم بالبحث عن الفطر وأقوم بالحفر، لقد وجدت واحدة وأقوم بالحفر عليها لكي أستخرجها وأريها لكم شكلها. كما ترون إنها حبة فطر الأولى، وبعدها سأقوم بالبحث عن حبة أخرى بجانبها. إذا كما تشاهدون وجدت الحبة الأولى، والآن بسبب البحث عن الحبة الثانية بجانبها، نعم لقد وجدت أخرى، سأحاول أن أقوم باقتلاعها من مكانها كما تشاهدون. الآن أقوم بالحفر عليها وأخيرا تمكنت منها، إلا أنها انكسرت للأسف كما تشاهدون. إنها حبة فطر، وهو من الفطر الغير السام، كما أنه يوجد فطر سام وفطر غير سام. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو القصير، أتمنى أن ينال إعجابكم. إلى اللقاء في فيديو جديد، مع السلامة، شكرا لكم.